الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. أريد أن أكلمكم عن الحياة مع الله. الحياة مع الله. ناس كتير لهم علاقة بالكنيسة وليست لهم علاقة بالله، ولهم علاقة بالآباء، بالكهنة، بالطقوس، بالصلوات، وليست لهم علاقة مع الله. وربما يصلون أيضا وليست لهم علاقة مع الله، كما يقول السيد المسيح مذكرا اليهود بما قيل في العهد القديم: هذا الشعب يعبدني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أنا أقصد الحياة مع الله أن يكون لك صلة بالله ويكون لك علاقة به وتحس بوجوده في حياتك وتحس بأنه أمامك في كل خطوة تخطوها وفي كل عمل تعمله. يبقى لك علاقة شخصية بربنا. جايز إنسان بيصوم وله علاقة بالطعام مش علاقة بربنا، كل ما يدريه عن الصوم إنه مش هياكل أطعمة حيوانية من مصدر حيوان أو إنه هينقطع عن الطعام فترة، لكن علاقة بربنا في الصوم مفيش. عشان كده ناس كتير بيخشوا الكنيسة ويمارسون الصلاة والصوم ولكن ما فيش علاقة بينهم وبين ربنا. كل الذي نريده إن احنا نكون علاقة بربنا. إزاي؟ واحد زي إيليا النبي يقول: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. شاعر إنه واقف قصاد ربنا وشاعر إن ربنا شايفه في كل عمل. ده وضع تاني. كتير حاجات بنعملها وربنا مش واقف قصادنا، بل ربنا ما بيكونش في فكرنا أبدا أثناء ما بنعمل هذا العمل، ولا آيات الكتاب تكون في فكرنا، ولا احنا دريانين. بنعيش في سكة وربنا في سكة تانية، مفيش أي صلة بيننا وبينه. متى نفكر ان احنا نحيا مع الله؟ لما داود النبي تكلم عن هذا الامر قال: اما انا فخير لي الالتصاق بالرب. ايه معنى كلمة الالتصاق بالرب؟ لما بولس الرسول تكلم عن معرفته بالمسيح وقال: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. يعني أربح المسيح ويعني أوجد فيه. وبعدين بيقول: به نحيا ونوجد ونتحرك. يعني إيه الكلام ده؟ به نحيا ونوجد ونتحرك.
ايه العلاقة الشخصية اللي بينك وبين ربنا؟ ايه مركز ربنا في حياتك؟ ايه نوعية الصلة بتاعتك بيه؟ انسان بيخدم، علاقته هي علاقة بالخدمة، وجايز ربنا ملهوش وجود في حياته. كل ما يعرفه عن الخدمة انها نشاط، كل ما يعرفه الخدمة انها ايه؟ نشاط، افتقاد، تحضير دروس، القاء كلمات، اجتماعات. ولكن ربنا مفيش، ولكن ربنا ايه؟ مفيش. عشان كده لازم نفتكر ايه وضع ربنا في حياتنا، ايه مركز ربنا في حياتنا، مركز ربنا في التفكير بتاعنا، مركز ربنا في مشاعرنا، في عواطفنا. انسان بيسلك كويس خالص، تقول له بتسلك كويس ليه؟ يقول لك عشان اروح الملكوت، عشان اروح الفردوس، عشان اروح النعيم الابدي. طب وربنا؟ ما فيش، ما بيفكرش في ربنا ده، ما بيفكرش في ربنا، انه بيعمل كويس علشان توجد محبة بينه وبين ربنا، تتعمق الصلة بينه وبين ربنا، انه يروح في الأبدية يجلس مع ربنا حيث يكون هو يكون معاه. ما بيفكرش في دي. كثير من الناس يحيون حياة دينية خارج الله. أنا آسف أقول التعبير ده، لكن هقوله تاني. كثيرون يحيون حياة دينية خارج الله، ربما يعيشون في وصايا وليس في الله، وربما يعيشون في طقوس وممارسات وفضائل وليس في الله. يعني ايه؟ هنا الفرق الكبير بين المستوى الأخلاقي والمستوى الروحي. المستوى الاجتماعي والمستوى الإلهي. ما هو في ناس ملحدين أخلاقهم كويسة وعندهم مثل وعندهم قيم، وفي ناس من الهندوس مثلا أو من اليوغا وعندهم قدرة على الصيام وعلى كبح الجسد. ربما تكون عندهم فضائل أيضا لا توجد عند المتدينين. غاندي كانت عنده فضائل أكثر من كثير من المتدينين. الفضائل شيء، الأخلاقيات شيء، لكن الروحيات شيء آخر. الروحيات معناها إن روحك متصل بروح الله، أدي الروحيات، تسلك سلوكا روحيا، ليس فقط تغلب الروح على الجسد، إنما أيضا روحك تكون مرشدة بروح الله، ولها شركة مع روح الله، وليها علاقة مع روح الله، وإلا هتنحدر للمستوى الأخلاقي أو الاجتماعي. دي مسألة الروحيات مش أخلاقيات. ممكن تعيش في مستوى البر العالمي ولكن مالكش علاقة بربنا. علشان كده بولس الرسول اتكلم عن الناموس والنعمة. الناموس مجرد وصايا، بينفذ وصايا، ولكن النعمة معناها روح الله بيشتغل جواك، ومعناها انك انت مسلم نفسك للروح القدس. الروح القدس هو اللي بيرشدك لكل الحق، الروح القدس هو اللي بيبكتك على خطية،
الروح القدس هو اللي بيقوي حياتك، لكن مش مجرد سلوك اجتماعي. الشخص الروحي إذا صلى يشعر أنه واقف قصاد ربنا فعلاً وبيكلم كائن موجود أمامه، وفيه علاقة بينه وبينه، وفيه عاطفة، وفيه شعور بوجوده، وفيه انفعال بيه والتصاق بيه. داود النبي بيقول له باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. شاعر بشبع نفسي لأنه بيكلم ربنا، فيه نوع من العاطفة، فيه نوع من الاشتياق. بيقول متى أقف وأتراءى أمام الله؟ اشتاقت نفسي إليك كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء. محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. مش مجرد تلاوة بدون عاطفة، ده تلاوة ناتجة عن حب، لأن اسمك محبوب، عشان كده هو طول النهار تلاوتي. ده الوضع الروحي اللي احنا عايزينه. قد ايه بتفكر في ربنا طول النهار؟ قد ايه بيكون لك علاقة بيه طول النهار؟ الى اي درجة تكون اعمالك الفاضلة مرتبطة بالله؟ تكون صلواتك مرتبطة بيه؟ تكون اصوامك مرتبطة بيه؟ ازاي؟ كيف تعيش مع الله؟ دي نقطة هامة جدا. لما نيجي في الأبدية، اوعوا تفتكروا في الأبدية مركزنا هناك هيكون بإطاعة الوصايا. لا، مركزنا هناك هيكون بحب ربنا. في إنسان بيطيع الوصية خوفا، وإنسان بيطيع الوصية رياء، وإنسان بيطيع الوصية اضطرارا، وإنسان بيطيع الوصية مجاملة للوسط الذي يعيش فيه، وإنسان بيطيع الوصية خجلا. لكن في إنسان آخر يحب الوصية، ويحب الله معطيه، ويحب الحياة الروحية. مش بيحب الحياة الروحية علشان تخليه إنسان فاضل، لا، بيحب الحياة الروحية لأنها بتربطه بربنا، بتقربه لربنا، بتخليه يتمتع بربنا. راهب يقف ويصلي مزاميره كلها لكي يكون راضيا عن نفسه انه قال مزاميره، عشان ضميره يبكته لو ما قالش مزاميره، شعوره بالنقص اذا ما قالش المزامير، وشعوره بالرضا اذا قالها. طب وفين ربنا هنا؟ ما فيش خالص. لكن واحد تاني بيصلي مزاميره لأن مزاميره بتشبع روحه بمحبة ربنا. كل ما بيقول مزامير بيشعر أنه موجود مع الله، بيتغنى بيه. طب نمسك بالتفصيل شوي. يجي داود يصلي في المزمور ويقول إيه؟ سبحوا الرب تسبيحا جديدا، أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي. بالرب تفتخر نفسي، هي كلها ربنا. وانت جايز تكر الكلام ده كله ومالكش علاقة بربنا برضه. ده بيقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا، يعني المزمور اللي بيقوله بيسبح به ربنا، يعني علاقة بينه وبين ربنا. طب ايه اللي عندك انت؟ نفس الكلام نقوله عن الألحان. في ناس بيقولوا الألحان كل همهم في الألحان ضبط اللحن،
ضبط النغمة، ضبط الهزات الموسيقية بالضبط. طب وربنا فين؟ خلي ربنا دلوقتي، احنا في اللحن ازاي يطلع مظبوط، احنا في اللحن ايه ازاي يطلع مظبوط. وجايز تلاقي انسان حافظ الحان كتير وبيقولها مظبوطة تمام وملهوش علاقة مع ربنا، وفي انسان تاني يقول اللحن يدوبك. عارف يعني ايه يدوبك؟ انا مش عارف هيترجموها ازاي، لكن يبص يلاقي هذا اللحن بيهز مشاعره الروحية كلها، هذا اللحن بيرفع روحه لفوق لكي تلتقي مع الله، هذا اللحن ليس مجرد نغمات لكنه روح بتخفق أمام الله، وهي بتخفق كده بتعمل هزات، الهزات دي بتعمل ألحان، لكن مش مجرد أنغام. ما هو بيتهوفن بتاع أنغام، وياما في موسيقيين ده تلاقي واحد مايسترو بيقود 180 واحد وهزات كده على طول وكله انفعال، لكن المهم في الروح، الروح بتشتغل ازاي. هل ربنا في اللحن ولا لا؟ هل اللحن موسيقى؟ هل اللحن أنغام؟ هل اللحن هزات؟ ولا اللحن روح بتغني لربنا وفرحانة بربنا وبتقول أبارك الرب في كل وقت في كل حين تسبحته في فمي؟ باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. هنا هل الصلاة واجب تقوم به أم الصلاة متعة؟ هل الصلاة واجب تقوم به أم الصلاة متعة؟ حينما تتحول الصلاة إلى متعة، وأقصد متعة روحية، حينئذ تكون قد تلامست مع الله وأصبحت تحيا فيه وهو فيه. السيد المسيح بيقول أنا فيهم وأنت فيا لكي يكونوا مكملين إلى واحد. طب عايزين نشوف إزاي هو فينا وإحنا فيه. تقول لي أنا حافظ الآية دي كويس وموجودة في يوحنا 17 بالأمر، عارف أنك حفظها، لكن هل فعلا تشعر أن الرب فيك وأنت فيه وأنت ثابت فيه كما الغصن ثابت في الكرمة؟ والغصن ثابت في الكرمة يعني يأخذ من عصارتها حياة لنفسه. طب سؤال تاني، كل ده عن الحياة مع الله، احنا ما خرجناش. انت مثلا الفضائل التي تحياها، هل هي فضائل ناتجة عن إرادتك الخيرة أم ناتجة عن عمل الروح القدس فيك؟ أم ناتجة عن اشتراك الإرادة مع الروح القدس فأصبحت الفضيلة هي شركة مع الروح القدس؟ إيه اللي حصل معك بالظبط؟ وهل أنت تعمل الفضائل وحدك أم الروح هو الذي يعمل كل شيء؟ إذا كنت بتحيا مع الله لها اختبارات كثيرة خالص. من ضمن الاختبارات دي بيقول لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم. فأنت اللي بتكلم ولا روح ربنا اللي بيتكلم؟ كثيرون يتكلمون حسنا
لكن الصلة بالله إن روح الله هو اللي بيتكلم على فمه. تقول لي أوصل لدي إزاي؟ توصل لدي لما تكون ملتصق بروح الله وبتطلبه في كل موقف، وبتطلب تدخله في كل كلمة تقولها، وفي كل عمل تعمله، وفي كل عمل تعمله بتقول هل هو يرضي الله أم لا يرضيه. كتير من الأعمال بنعملها لكي نرضي الناس، لكي نرضى عن أنفسنا أو لكي يرضى الناس عنا. لكن متى نعمل عملا لكي يرضى الله؟ الكلام ده لو كان الله في تفكيرنا. هل أنت لما بتمشي كويس بتنبسط لأنك بقيت شخص كويس، ولا لأنك بقيت صورة الله وبقيت إناء الله حل فيه وبقيت إرادة مستسلمة لعمل الله وبقيت شخص شريك للطبيعة الإلهية في العمل، شريك للروح القدس؟ ما مقدار هذه الشركة في حياتك؟ كل الذي يريده الله إنك تشترك معه. يعني إيه تشترك معه؟ يعني ربنا حطت وصايا كتير وانت تقول له اسمع يا رب، انت مش عايز الوصايا دي تنفذ، هنفذها لك، بس خليك انت ساكت وانا هنفذها لك. لا، انا ساكت وانت تنفذها دي غير مقبوله، ننفذها سوا. ننفذها ايه؟ سوا، بشركه مع الله في العمل. مين اللي بيعمل دي؟ مين اللي بيعمل دي؟ أنا أخشى أن تكون حياتنا في الفضيلة هي حياة مستقلة عن الله، وحينئذ كيف نسمي الفضيلة فضيلة؟ الحياة مع الله عايزة إنسان يحس بوجوده، يحس بوجوده ويحس بعمله ويحس بنعمته ويحس بالشركة مع الله ويطلب هذه الشركة ويعيش بها. طب نقطة تانية، لما أنت بتخطئ بتزعل، وده شعور كويس، بتزعل عشان ايه؟ بتزعل عشان ايه؟ هل بتزعل لانك اخطأت؟ هل بتزعل لانك سقطت؟ هل بتزعل لانك عملت عمل مش قادر تقوله لأب اعترافك؟ هل بتزعل من اجل انك فقدت الملكوت؟ الوضع السليم انك تحزن لانك احزنت الله، دي الخطيه. لان في كل الكلام اللي قلناه ربنا مش باين، بتركز على نفسك وخلصت، بتركز على نفسك وايه وخلصت. لكن داود لما اخطا ما قالش أنا ضيعت فلان ولا فلانة، قال له لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لك وحدك. يعني شعر إن خطأه الموجه إلى الله أكتر بكتير من الخطأ إلى الناس، هو الأساس. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. لا قال أخطأت إلى أوريا الحثي، ولا قال أخطأت إلى بالشبع، ولا قال أخطأت إلى نفسي،
قال له لك وحدك أخطأت. هنا بقى الاهتمام بربنا والتركيز على ربنا، لك وحدك أخطأت. هل بتشعر انك انت لما بتخطئ بتفصل نفسك عن ربنا، بتخسر ربنا، بتفض الشركة التي بينك وبينه، بتفقد وجود الروح القدس فيك، بتحزن روح الله، بتقاوم روح الله، بتطفئ روح الله؟ الكلام اللي جه في الكتاب ما قالش لا تخطئوا، يعني مش بس ما تضيعوش أنفسكم، قال لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم. أن خطية أن أنا بحزن روح ربنا. وبيقول يصلبون يسوع المسيح ثانية. يعني امتى نعتبر ان خطيه موجهه الى الله نفسه وليست الى الناس؟ بس لما تكون العلاقه بيني وبين ربنا، انا شاعر يا رب ان انا هفقدك، شاعر ان انا هخرج من دايرتك، شاعر ان انا هفض الشركه التي بيني وبينك. شوفوا في قصة مؤثرة كلكم تعرفونها، وهي قصة شمشون. شمشون دليلة كل مرة تقول له أنت ما قلت ليش الحق، ضحكت علي بتاع إلى آخره، ويقول لها أي كلام، وبعدين تقول له الأعداء بتوع جم ينتفض بكل قوة وما جراش حاجة، لغاية لما كسر الندر، لغاية لما إيه كسر الندر وقال، وبعدين كلمته وجه أعداءه. النقطة بقى المؤثرة هي الآتي، بيقول الكتاب فانتفض شمشون ولكنه لم يدري أن الرب قد فارقه. هنا بقى المشكلة، انتفض شمشون وإيه؟ ولم يدري إن الرب قد فارقه. مش حكاية الندر اللي فارقه، مش حكاية القوة اللي فارقته، مش حكاية شعره اللي اتقص، حكاية إن الرب قد فارقه. هو طبعا الرب فارقه نتيجة الأخطاء دي، لكن المهم في الموضوع ولم يدري أن الرب قد فارقه. ده الوضع المؤسف والمتعب. وضع مؤسف تاني من نفس النوع وأخطر، أخطر شوية، لأن شمشون تاب. شاول الملك، وجه الخطورة ليس فقط أنه أخطأ إلى الله، وإنما الآية الخطيرة هي التي تقول أن روح الرب فارق شاول، وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. مفارقتنا لله أمر صعب، وأصعب منها بكثير إن ربنا هو اللي يفارقنا، لأن أحيانا نخطئ ويظل روح الله يبحث عنا ويقودنا إلى التوبة والقيام من السقطة. لكن أصعب حاجة إن روح الرب يفارقه، روح الرب يفارقه. إذن أنت المهم أنك تحتفظ بالعلاقة بينك وبين ربنا، لا تطفئ الروح، لا تحزن الروح، لا تكونوا مقاومين للروح. زي ما القديس استفانوس قال لليهود، قال لهم أنتم تقاومون الروح كما كان آباؤكم من قبل.
يبقى الخطية إذن مقاومة للروح، مقاومة لروح الله، روح الله الذي يريد لك الكمال والبر والقداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. والإنسان في حالة الخطية بيقاوم الروح. لما أنت تعيش مع ربنا ليس فقط الأمر أنك أنت بتجاهد عشان تبقى كويس، لكن حياتك مع الله لها نقط جميلة أخرى. حياتك مع الله بتعطيك نوع من الحفظ الإلهي ونوع من الإرشاد الإلهي ونوع من القوة الإلهية بتكون معاك ونوع من النجاح في كل شيء. يوسف كان ماشي مع ربنا، طب كانت النتيجة إيه؟ وكان يحيى مع الله، وبرضو لما عرضت عليه الخطية ما قالش إزاي إن أنا أسقط، لا، قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، يعني برضو نفس العملية، خطأ إلى الله لأنه كان ماشي مع ربنا نوع من التعبير عن حياة الله معاه. كل ما يعمله كان ينجح فيه، كل شيء كانت تمتد إليه يد يوسف كان ينجح، كان ينجح. زي ما يقول طوبى للرجل في المزمور الأول اللي بيبعد عن الشر ده كله، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر وكل ما يعمله ينجح فيه. ده الشخص اللي ماشي مع ربنا، اللي بيحيا مع ربنا. عشان كده الرسول بيقول نحن لا نفشل، لازم ينجح مع ربنا. جايز تجيله تجارب، جايز تجيله ضيقات، جايز تجيله مشاكل، جايز تجيله متاعب، لكن في كل هذا أيضا ينجح فيه. زي يوسف اترمى في البير وخرج سليم، اتباع كعبد وكل ما عمله كعبد نجح فيه، اترمى في السجن كان أنجح سجين في الدنيا كلها وكان هو اللي بيشرف على السجن روحيا، وزير كل ما عمله ينجح فيه، كان أبا لفرعون، راجل كل شغله ماشي مظبوط. ليه؟ لأن ربنا بيشتغل فيه. فأنت اسأل نفسك حتى لو فشلت في وقت في حياتك، قل هل سبب فشلي إن أنا انفصلت عن الله؟ هل سبب فشلي إن إيد ربنا مش موجودة معايا؟ فكر في ربنا، لأن كتير من الناس لما بيفشلوا بيفكروا في أنفسهم وأخطائهم، لكن أنت فكر في ربنا، هل إيد ربنا تخلت عني؟ هل أنا ملياش الدالة بتاعت زمان؟ هل صلواتي ليست لها الاستجابة بتاعت زمان؟ ليست لها الصلة بتاعت زمان؟ ده أيام الرسل كانوا بيصلوا بيقول لك تزعزع المكان من الصلاة، اهتز. اسأل نفسك هل أنت تحيا مع الله ولا لا؟ إن كنت بتحيا مع الله هل الله بينجح كل عمل تمتد إليه يدك؟ هل بتشعر باستجابة صلواتك؟ هل بتشعر بحرارة صلواتك؟ هل بتشعر إن صلاتك فيها صلة بربنا؟ حياتك ماشية إزاي؟ هل تشعر بقوة معطاه ليك من الله؟ زي ما قال لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. هل أنت شاعر بالقوة دي ولا قوة الله قد فارقتك كما قيل عن شمشون؟
كنت بتخدم والخدمة بتاعتك تقتدر كثيرا في فعلها، والكلمة اللي تقولها بتغير القلوب، هل أنت دلوقتي زي زمان ولا كلمتك فقدت حرارتها؟ كلمتك فقدت فاعليتها. عارفين زي مين؟ زي لوط. لوط قيل عليه إنه رجل بار ما وقعش في الخطية، لكن ما كانش في نفس الصلة القوية بتاعت زمان، عشان كده لما اتكلم كلمته فقدت حرارتها. كان كمازح في وسط أصهاره، زي ما قيل عنه لما جه ينصح أهل السدوم، ما فيش القوة بتاعت زمان، ما فيش الحرارة بتاعت زمان، ما فيش الصلة بتاعت زمان. طب تيجي إزاي؟ تقول له يا رب أرجع إليك، ترجع إلي، يقول الاتنين مع بعض، ارجعوا إلي أرجع إليكم. كلمة ارجعوا إلي لها معنى كويس. إيه المعنى كويس؟ إنك أنت مش بترجع إلى حياة البر، أو مش بترجع إلى الفضيلة، ده أنت بترجع إلى الله. ما في إنسان يفتكر إن التوبة هي الرجوع، الرجوع إلى حياة الفضيلة، لكن التوبة في حقيقتها هي الرجوع إلى الله. لأن زي ما قلنا إن الخطية هي انفصال عن الله. تلاقوا في الذبائح اللي جت في سفر اللاويين، أول ذبيحة هي ذبيحة المحرقة. هذه الذبيحة لم يكن يتناول منها أحد، لا مقدمها ولا الكاهن ولا الأصدقاء، كانت كلها لله. تظل النار تحرقها إلى أن تتحول إلى رماد، لأن كانت الخطية كما هو معروف، الخطية لها نتيجتان، والخطية لها نتيجتان. أول نتيجة أنها خصومة مع الله، وتاني نتيجة هلاك للإنسان. فكانت ذبيحة المحرقة تمثل إرضاء قلب الله الغاضب، وذبيحة الخطية تمثل إنقاذ الإنسان من نتيجة خطيته. لأنك أنت لما تفكر تتوب تقول أنا عايز أصطلح مع ربنا، مش مجرد أترك الخطية، ده أترك الخطية دي هتيجي لوحديها، أصطلح مع الله. ولذلك بولس الرسول في كورنثوس الثانية إصحاح 5 بيقول إن الله أعطى ربنا، يعني أعطانا خدمة المصالحة، نسعى كسفراء للمسيح، كأن الله يعظ بنا ننادي اصطلحوا مع الله. مش بس سيب الخطية، أهم منها اصطلح مع الله، ولما تصطلح مع الله هتسيب الخطية طبيعي. لازم نكون لينا علاقة مع ربنا، نكون لينا علاقة مع ربنا. أقول له يا رب أنا عايزك أنت تبقى مركز صلاتي، تبقى مركز خدمتي، تبقى مركز ترتيلي وألحاني، تبقى مركز الحياة البارة التي أنا أحياها، تبقى مركز آمالي ورغباتي في العالم الآخر. لأن العالم الآخر بدون ربنا ملهوش قيمة، والنعيم الأبدي في حقيقته، النعيم الأبدي في حقيقته هو الحياة مع الله، العشرة مع ربنا. حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. لما أنت تحيا مع ربنا تشعر بالفرح الداخلي باستمرار. الإنسان بيتعب في أحزان العالم لما يبعد عن ربنا، لكن اللي عايش مع ربنا دايما فرحان، دايما مبسوط، يملأ قلبه السلام والاطمئنان مهما حدث.
أهدي علامة من إنك أنت بتحيا مع ربنا ولا لا؟ لأن قال من ثمار الروح محبة وفرح وسلام. لما تحب ربنا يجي لك الفرح ويجي لك السلام، دي علامة أساسية. إن فقدت سلامك اعرف إنك أنت بعدت عن ربنا. مش ممكن أبداً ماشي مع ربنا واحد ويفقد سلامه. ولذلك القديس أغسطينوس في كتاب اعترافاته قال إيه؟ قال لربنا ستظل قلوبنا قلقة إلى أن تستريح فيك، تجد راحتها فيك، غير كده تبقى قلقان وتعبان. العالم عايش في تعب لأنه بعيد عن ربنا، لو عاش مع ربنا يعيش في فرح وسلام. دي من ثمار الروح اللي بيعيش فيها الإنسان. ولذلك الإنسان اللي يعيش مع ربنا يحيا في حياة الشكر الدائم، لأن كل شيء بالنسبة له مبسوط. عايش مع ربنا بيشكر ربنا على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. تقول له الدنيا خربانة هنا ولا هناك يقول لك يكفيني ربنا، أنا مش عايز غير ربنا بس، ما دام ربنا معايا الدنيا دي كلها زي صفيحة زبالة ولا يهمني، يكفي إن أنا عايش مع الله. زي ما قال داود معك لا أريد شيئا على الأرض، مش عايز حاجة. الذي يجد ربنا ما يهموش إن يجد شيء تاني. اللي يجد ربنا زي ما قال بولس الرسول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. ما دام وجدته يبقى الباقي كله ملهوش قيمة. عيبنا إن إحنا بنبني لأنفسنا آمال كثيرة بعيدة عن الله، رغباتنا وشهواتنا كلها بعيدة عن ربنا، أفراح قلبنا كلها بعيدة عنه. إذا عشت مع الله تكتفي به وتشعر بفرح دائم في حياتك معه. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.